على مستواك كشاب او شاب، عقبال المشروع ده ما يبقى يعني توفق في فكره ثم تبتدي الفكره دي تتحرك وتتنفس، واقدر اقول 50% نجاح و50% عدم نجاح. فكره واجراء لشاب او شاب، تصور انك انت بتتكلم على مسار لدول. انا بقول الكلمه دي مش عشان يعني ما حدش هيقدر يقول ان انا لما هتكلم كده بحابي قيادات الدول اللي انتم موجودين منها، لا، انا بحاول اكلمكم كشباب يعني تعرفوا اكتر. يمكن لما احنا دايما في الغالب ما بنتلقاش من قياداتنا ونقبل كل اللي يتقال لنا، لكن في قعده زي اللي احنا فيها دي يمكن يكون كلامي ليه قيمه عليكم.